أعيد في بولندا الجمعة دفن رفات الرئيس السابق ليخ كاتشينسكي وزوجته مارينا في مراسم رسمية جرت بحضور رئيس البلاد أندري دودا ورئيسة الوزراء جيتا سيدلو. وأجريت المراسم الرسمية في كراكو، حيث سار الموكب الجنائزي إلى قلعة فافيل ودفن فيها. واستخرجت السلطات الاثنين الماضي رفات الرئيس السابق وزوجته للتشريح مجددا في إطار التحقيق حول ملابسات تحطم طائرة الرئيس في غابات سمولينسك غرب روسيا في 10 نيسان 2010، وأدت لمقتله وزوجته و94 آخرين من كبار الشخصيات السياسية والعسكرية البولندية كانوا على متن الطائرة التي تحطمت بسبب أخطاء قائد الطائرة في ظروف جوية عاصفة.